قال ابن القيم: مدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. ما هي هذه القواعد المقصودة؟ أنتم عرفتم كلام شيخ الإسلام، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة أنواع كثيرة، أنواع كثيرة، كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله فهو من العبادة. نعم.